وسيرا على هدي آبائهم وأجدادهم ووفاء للتاريخ والوطن، فقد ألقى وفد إقليم واد الذهب بين يدي جلالة المقبول له الحسن الثاني قدس الله روحه نص البيع، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم الدائم بوطنهم العزيز. وانسجاما مع هذه المشاعر الجياشة سجل هذا اليوم التاريخي سجل هذا اليوم التاريخي بمداد من الفخر والاعتزاز في الذاكرة المغربية، فكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بعزيمة وإيمان مبدع المسيرة الخضراء جلالة المغفور له الحسن الثاني أكرم الله مثواه، عندما خاطب رعاياه الأوفياء قائلا: إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة. منذ اليوم بيعتنا بأعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود على سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما في إسعادكم. وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا، فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر. وكان لهذا اليوم العزيز بالغ النظر في نفسية جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، حيث شرف سكان وقبائل هذا الإقليم بزيارة مولوية في 4 مارس 1980 بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، فكانت مدينة الداخلة قبلة لممثلي مختلف أقاليم المملكة لتقديم فروض الطاعة والولاء لمولانا أمير المؤمنين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الرعاية المولوية السامية وسابغ عطف ورضا جلالة المغفور له على رعاياه الأوفياء في هذه الربوع الغالية. ونظرا لأهمية هذا اليوم التاريخي ودوره في استكمال وحدتنا الترابية وجمع الشمل وتحقيق الأمن والاستقرار بهذه المنطقة، فقد كان بداية إعلان عن مسيرة تنموية جديدة عرف فيها هذا الإقليم ومن خلاله جهة الداخل وادي الذهب، وفي ظرف وجيز قفزة نوعية لا يمكن إنكارها، حيث تم إيلاء العنصر البشري أهمية قصوى بتشييد المدارس التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية والعمل على تأهيله وإدماجه في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، كما تم إيلاء عناية خاصة بالبنايات التحتية والتجهيزات الأساسية كبناء المطارات والموانئ والطرق ومد قنوات الصرف الصحي وإيصال الكهرباء والماء الشروب للساكنة، الشيء الذي تم من خلاله فك العزلة عن هذه المناطق النائية في ظل إكراهات واختلالات مجالية كبيرة كانت تعرفها المنطقة وتحديات وطنية ودولية. حضرات السادة والسيدات، إن بيعة وولاء سكان وقبائل الصحراء للعرش العلوي المجيد لم تكن وليدة الأمس القريب، بل إنها تشكل عقدا تاريخيا ورثناه عن آبائنا وأجدادنا عبروا من خلاله عن مدى تعلقهم وارتباطهم بالملوك العلويين سليل الدوحة النبوية الشريفة، فاسترخصوا كل غال ونفيس وفاء لهذا الترابط، فكانوا بالمرصاد لكل الأطماع الأجنبية التي كانت تحكم بالمنطقة، وأبانوا عن شجاعة وبسالة كبيرتين في صفوف المقاومة وجيش التحرير عبر معارك عديدة، أم التونسي وادي الشياب تقل القلال الطويرف العرقوب، واستمرارا لعهد الوفاء والبرور بهم وبأمجادهم وإسهاما منا في صيانة الذاكرة الوطنية والتعريف بملاحم الحرية والاستقلال، فإن هذا الجمع المبارك الذي نلتئم من خلاله اليوم يشكل بالنسبة لنا تكريما ومفخرة واعتزازا لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
حيث أن حفظ الذاكرة الوطنية والحفاظ على التراث الوطني لجدير بالتعريف بتاريخ الشعوب ونضالاتها ونقله للأجيال القادمة لاستلهام العبر والدلالات والحرص على التماسك الوطني بين العرش والشعب. ونستحضر بهذا الإطار مقتطفا من رسالة ملكية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذه الأسرة في أكتوبر 1999 جاء فيه: إن من حافظ خلال مدة يسيرة على ذاكرة الماضي آخذا من دروسها عبرا ومن معانيها نبراسا لا بد أن يكون قادرا على صنع ذاكرة المستقبل. ولهذا علينا أن نستثمر ونتسلح بقيم ومبادئ هذا التراث الوطني المجيد للحفاظ على وحدة وتماسك وطننا العزيز ومواجهة كل التحديات والدسائس اليائسة التي تحاك للنيل من وحدتنا الترابية المتماسكة. ويأتي اليوم تخليد هذه الذكرى في ظل الدينامية الإيجابية التي انخرط فيها المغرب وخاصة بأقاليمه الجنوبية، حيث أعطى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى 60 لعيد الاستقلال المجيد والذكرى 40 للمسيرة الخضراء المظفرة والزيارة الميمونة التي خص بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله رعايا الأوفياء بالجهات الجنوبية للمملكة انطلاقة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية والإعلان عن جيل جديد من المشاريع والأوراش التنموية. ورغم استمرار الأطماع الأجنبية للنيل من وحدتنا الترابية في محاولاتها اليائسة، فإن هذا سوف لن يزيدنا إلا إصرارا وثباتا في التشبث بمغربية الصحراء والانخراط في المسار الديمقراطي والتجربة السياسية الرائدة التي يرعاها جلالة الملك حفظه الله بالأقاليم الجنوبية للمملكة وتعزيزها بالأوراش التنموية. فقد انخرطت بلادنا بشكل إيجابي ومنذ سنوات عديدة من أجل إيجاد حل لقضية وحدتنا الترابية. فبعدما تأكد الأمم المتحدة وجميع القوى الفاعلة للمنطقة استحالة تطبيق الاستفتاء والتأكيد على ضرورة البحث عن صيغة جديدة لحل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من جميع الأطراف، كانت للمغرب الشجاعة الكبيرة في تقديم مبادرة الحكم الذاتي والذي تمت صياغته في إطار مقاربة تشاورية وتشاركية وديمقراطية ساهمت فيها مختلف الفعاليات والقوى الحية في البلاد بما فيها شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية. وهي المبادرة التي اختارها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بحنكة وتبصر كمقترح لحل سياسي يحفظ ماء الوجه للجميع ويمكن أبناء الأقاليم الصحراوية من تدبير شؤونهم الذاتية في إطار الحفاظ على السيادة المغربية باعتباره الحل العادل والوحيد الكفيل بطي هذا الملف نهائيا وتحقيق التنمية وضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة وتجنيبها من خطر البلقنة. أبقى الله مولانا الإمام ذخرا ومنارا لشعبه الوفي وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بسمو ولي عهد الأمير مولاي الحسن وشقيقته السعيدة الأميرة الجليلة للا خديجة وشد أزره بشقيقه السعيد الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيد وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.